مرحبا بكم أيها الإخوان مرة أخرى في قناة كويرية في الذاكرة. مرة أخرى كنزل المعقل فريق النهضة السطاتية الفريق الأزرق باش نتكلموا على واحد النجم اللي كان بصم بالاسم ديالو وما بين الجماهير ديال النهضة السطاتية، ونعني به اللاعب المرحوم بوشعيب فلاحي في الصورة وقوف. بوشعيب فلاحي اللاعب الخلوق، اللاعب الأنيق، وسط الميدان موزع الشاد في زمن السبعينات وبدايات الثمانينات. بوشعيب فلاحي ابن حي السماعلة المعطاء، حي السماعلة العريق بمدينة سطات اللي فرخ النجوم ما زالت كتذكرهم ألسن الجماهير النهضة السطاتية. وكان نذكروا منهم بوشعيب فلاحي رحمه الله، الحسين السلامي رحمه الله، الحارس ملوكي، اللاعب محاسين، اللاعب عبد الرزاق الكرف. يعني هادو لاعبين فرخهم حي السماعلة المعطاء بمدينة سطات. وإذا تكلمنا على حي السماعلة العريق بمدينة سطات، فغادي نتكلموا على واحد الملعب اللي كان في الستينات والسبعينات وبداية الثمانينات كان مفرخ النجوم، وهو تيران الحلفة. تيران الحلفة اللي تخرجوا منه لاعبين كبار في فريق النهضة السطاتية، وخصوصا حي السماعلة لأنه كان بجوار واد بن موسى قرب حي السماعلة. وإذا تكلمنا على اللاعب بوشعيب فلاحي، غادي نتكلموا على لاعب خلوق، لاعب معطاء، موزع الشهد، وسط ميدان رائع. وغادي نشوفه في الصورة بوشعيب فلاحي كيسلم على وزير الداخلية السطاتي السابق المرحوم إدريس البصري، وتحت صورة إدريس البصري وبوشعيب فلاحي كنشوفه مرة أخرى اللاعب بوشعيب فلاحي رحمه الله ينصت إلى الداهية المدرب عبد السطاتي رحمه الله. بوشعيب فلاحي الذي اختطفته المنون مبكرا مباشرة بعد مقابلة دولية كانت جمعت هذه المقابلة اللي كانت تفرج فيها بوشعيب فلاحي رفقة الأصدقاء ديالو في المقهى، وباللي انسالت المقابلة فبوشعيب فلاحي افترق الأصدقاء، كل واحد مشى للبيت ديالو. احتج الخبر الصاعقة بوفاة بوشعيب فلاحي إثر أزمة قلبية. كان الخبر كالصاعقة، خبر مفجع اللي انتشر في مدينة سطات، وتأسفت الجماهير النهضة السطاتية على رحيل بوشعيب فلاحي مبكرا. بوشعيب فلاحي اللي كنشوفه في الصورة رفقة صديقه الحميم مجيد نجيم المتواجد في الديار الفرنسية. وتحكي مصادر أن اللاعب بوشعيب فلاحي كان صديق حميم للاعب الجناح الطائر المغرد مجيد نجيم، وما كانوش كيتفرقوا، كان كيفرقهم غير الليل، وحتى الليل ربما كانوا كيناموا. كتحكي مصادر بأنهم كيناموا رأس لرأس، يعني كانت بيناتهم واحد الصداقة أخوية كبيرة. وهذا كيحكي لنا الصديق واللاعب الكبير مجيد نجيم اللي كيتواصل معنا يوميا عبر الهاتف من فرنسا. هذا اللاعب الشهم اللي منساش فريق النهضة السطاتية ومنساش مدينة سطات. مع كامل الأسف لا حياة لمن تنادي، لطالما نادينا بتخصيص متحف في عمالة سطات، يعني متحف يقدر يجمع صور نجوم النهضة السطاتية باش تعرف عليهم هذه الأجيال، أجيال السطات اللي ما عاشتش وما عاصرتش هذا الفريق العريق، فريق النجوم، فريق الأبطال. الجماهير السطاتية تعيش على الماضي، الجماهير السطاتية تعيش على ذكريات الأمس البعيد، زمن السبعينات وبداية الثمانينات
ملي كان فريق النهضة السطاتية كيقارع الكبار وكيقارع عتاد الفرق الوطنية. وما دمنا كنتكلموا على العصر الزاهر ديال مدينة سطات، فهنا يتعمدنا ندرجوا حتى فريق النهضة السطاتية لكرة اليد، هاد الفريق هذا اللي كان كيعاصر فريق النهضة السطاتية العريق لكرة القدم. وكانت النهضة السطاتية كانت سطات تزخر بفريقين، فريق في كرة القدم وهو النهضة السطاتية، وفريق في كرة اليد. وحنا ما كنشوفوا عناصر ديال، تعمدنا نشروا صور ديال الفريق النهضة السطاتية لكرة اليد، دي من هذا الشريط اللي كان خصوه المشعب فلاحي رحمه الله. وفي الصورة لاعبي النهضة السطاتية لكرة اليد اللي منهم من غادرنا إلى دار البقاء رحمهم الله. إنه العصر الزاهر ديال مدينة سطات، عصر الرياضة بامتياز، عصر الكرة، عصر النجوم، عصر المشاهير. مع كامل الأسف هذا الزمن المجيد ديال مدينة سطات ذهب ورحل بدون رجعة. والسؤال اللي كتطرحه الجماهير السطاتية، متى سيعود فريق النهضة السطاتية من جديد وبجيل جديد يذكرنا ويذكر جماهير فريق النهضة السطاتية بالمشاهير ديال الزمن الجميل، زمن السليماني، زمن المعطي، زمن الحارس القبري رحمه الله، زمن أحمد العلوي الفنان، زمن محمد بالفول، زمن حنون، زمن معادي، زمن الإخوان أبو دراع، زمن دريس، زمن القوشي، واللائحة طويلة. ولا تكلمنا على بوشايب فلاحي، كنتكلموا على لاعب خلوق الابتسامة تعلى وجهه. وأنا غير بغيت نفتح واحد القوس، أنا عصرت فريق النهضة السطاتية في زمن السبعينات وبداية الثمانينات، وكان بوشايب فلاحي كيمر في شوارع مدينة سطات، وكان كيرتدي واحد جلابة درعية، وكانت الجماهير كتبقى تشوف ديك الأناقة ديال هذاك اللاعب، لاعب أنيق وشعيب فلاحي، لاعب خجول، لاعب ذو أخلاق عالية، يعني جمع جميع الأوصاف. وهي مناسبة باش نترحموا على هذا اللاعب الخلوق، اللاعب الكبير. وإذا تكلمنا على فريق النهضة السطاتية كنتكلموا على فريق الأمجاد، فريق يعني فاز بالبطولة، فاز بكأس العرش، فاز بكأس المغرب العربي، وشارك في دوري محمد الخامس اللي كان كيتقام كيشارك فيه الفريق البطل مع فرق عالمية. وهنا في الصورة كنشوفوا اللاعب بوشعيب فلاحي والبسمة تعلو وجهه، لاعب خلوق، لاعب قليل فاش تلقى بحالو في الزمن الحالي. هاد الاجيال هادي ما كتعوضش، وشعيب فلاحي ما كيتعوضش. وشعيب فلاحي اسم كبير في فريق النهضة السطاتية. الا مشيتي لحي السبع على العريق اليوم وتسال على بوشعيب فلاحي، كلشي غيتكلم على بوشعيب فلاحي. غادي يتكلم على اللاعب الانيق، غادي يتكلم على اللاعب الخلوق، اللاعب اللي عنده راس صغير، يعني بالمفهوم العامي الرأس الصغير اللي كيتقبل نصائح وكيتقبل كيتقبل كل شيء. لاعب كبير، لاعب الأناقة تعلو وجهه، لاعب بمواصفات كبيرة. مع كامل الأسف كما قلت غادي نبقى نتسائلوا على مسيري الشأن المحلي بمدينة سطات، متى سيخصص متحف تنشر فيه صور فريق النهضة السطاتية باش تعرف عليهم هذه الأجيال الحالية. فريق النهضة السطاتية اللي ما تزال الجماهير كتذكر الملعب البلدي، وملي كانت الجماهير ديال فريق النهضة السطاتية كتقصد الملعب البلدي يوم الأحد، كنا كنشوفوا الشارع ديال الشارع اللي كيمر من وسط سطات، كتلقى الجماهير غفيرة كانت كتقصد ملعب البلدي باش تشجع فريق النهضة السطاتية. لقاءات تاريخية عرفوا ملعب البلدي المطرب
ولو بكونه مطرب، إلا أنه عاش لقاءات حاسمة، لقاءات كبيرة قارع فيها فريق النهضة السطاتية، أعتاد الفرق الوطنية المغربية. مرة أخرى كنشوف اللاعب بوشعيب فلاحي في الصورة كيسلم على وزير الداخلية السابق السطاتي إدريس البصري، فريق النهضة السطاتية اللي كان عاش المجد ديالو في عهد وزير الداخلية اللي كان كيعطف على الفريق وكان كيخصص ليه واحد الرعاية خاصة. مع كامل الأسف جماهير النهضة السطاتية كتردد مع عبد الوهاب الدكالي أغنية كل شي راح مع الزمان، كل شي صار في خبر كان، فين الفكيري، فين بو علي، فين الميعادي، فين بالفول، فين العلاوي. وهنا كنشوفوا اللاعب فلاحي واللاعب البعطي حنون وميعادي في إحدى اللقاءات وهما كيحييو الجماهير السطاتية والمغربية. رحم الله بوشعيب فلاحي وأسكنه فسيح جناته. وحنا كنشوفو فلاحي جلوس وسط في الوسط، الابتسامة تعلو وجهه، لاعب أنيق، لاعب خجول، لاعب كبير، لاعب بمواصفات عالية. الله يرحمه والله يوسع عليه. وهي مناسبة بالترحم على من ودعونا إلى العالم الآخر، وهذه الشرائط اللي كنقدموا هي شهادة في حق هؤلاء اللاعبين اللي بقى كيتفكرهم حتى شي واحد، وهي مناسبة باش الجماهير ترحم على اللاعبين اللي فقدناهم وصاروا يعني انتقلوا إلى العالم الآخر. ومرة أخرى كنشوفوا اللاعب فلاحي الوسط وقوف بالابتسامة تعلو وجهه. الله يرحمك أبو شعيب فلاحي، الله يتقبلك قبول الحسن ويتجاوز عنك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكنتمناو من المسيري الشأن المحلي بمدينة سطات تخصيص متحف باش ينشر فيه مصور فريق النهضة السطاتية باش تتذكروا بهذه الأجيال الحالية. رحم الله بوشعيب فلاحي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.